انا راح اضطر اعبر بعض، لان عاد ورقه طويله حقيقه، وما اريد ايضا اخذ وقت الاخوه اللي هم تفضلوا وحضروا، ولا اخذ وقت ايضا على صديقنا العزيز. هو انتقل الى النقطه الاخيره، لانه وهي ما هو الطريق اللي يمكن من خلاله ان نحاول يعني نقدم هذه التعريفات في اطار يعني مقبول ومعقول، وبنفس الوقت نأسس فكر ديني. مو نريد نطلع المسلمين من دينهم طبعا، لا ابدا، وانما نأسس فكر ديني. هذا الفكر ايضا الى موجود هو في حياه امهاتنا وابائنا، اللي هو دين الامهات والاباء. هذا الدين اللي فيه كثير من الرحمه، اسلام الناس يعني، هو هذا الاسلام، لكن بصورته العلميه نقدمه. يعني شنو نحتاج؟ نحتاج الى اعاده بناء صوره اخرى غير الصوره العنيفه المتداوله لله. شلون نعيد بناءها؟ من اللي يتولى هالمهمه؟ علم الكلام، لان علم الكلام هو العلم الذي ينتج الرؤيه الميتافيزيقيه للانسان. وعلوم الدين اساسها هو علم الكلام، يعني اصول الفقه انبنى على علم الكلام. لازم اكو تصور للاله بضوء هذا التصور. الامام الشافعي الف الرساله. هسه قد يقول قائل ما كان اكو مدونات كلاميه قبل الامام الشافعي. صحيح ما كان، لكن هو نفسه متكلم، هو نفسه عنده تصور لله في ضوء بناء هاي مدونته الأصولية، وهو أول كتاب في أصول الفقه، الكتاب المؤسس كما تعلمون. فإذن علم الكلام هو العلم اللي ابتنى عليه علم الأصول، والخبراء بعلوم الدين يعرفون أن علم الأصول هو العلم اللي يعتمد عليه الفقيه في عملية الاستنباط الأحكام الشرعية. و علم الكلام هو اللي أسس رؤية المفسر للقرآن. مفسر أشعري فسر على أساس رؤيته الاعتقادية الأشعرية، معتزلي فسر على أساس رؤيته الاعتقادية أيضا المعتزلية، إمامي ماتريدي إلى آخره. هذا علم الكلام أدخل علوم الإسلام في مأزق. المشاكل اللي عندنا سببها الأساسي هي هذه، لأن علم الكلام هو اللي قدم لنا هذه التعريفات كلها للإنسان وللدين وللوحي وللنبوة ولكل شيء. فإذن على هذا الأساس اللي يريد يفكر بالتجديد في الإسلام ليس له من طريق إلا أن يبدأ بعلم الكلام، وليس بعلم الأصول ولا بالفقه، لأنه ينبغي البدء بالبنيات الأساسية بالجذر، يعني بالمنابع، مو بالبنيات البنى الفوقية، يعني البنية الأساسية. التجديد يبدأ من علم الكلام أساساً. على هذا الأساس إذن ينبغي أن نؤسس علم كلام جديد. ما هو علم الكلام الجديد؟ هو نفس علم الكلام القديم مع مسائل إضافية على غرار الفقه. مثلا الفقه، التجديد الفقه عند بعض الفقهاء هو إضافة مسائل إلى المسائل السابقة، فتوى في التأمين، فتوى في الموسيقى، فتوى في مثلا في بعض القضايا المعروفة. لا، علم الكلام الجديد هو منظومة متكاملة، يعني أساسا تقطع بشكل كامل مع علم الكلام القديم. لا، تستفيد من شيء من عناصره الحية. من قبيل شنو؟ قبيل مقولة العدل مثلا، عقلانية غيرها. لكن حتى مقولة العدل ومقولة العقلانية علم الكلام الجديد يدخلها في سياق تأويلي جديد في ضوء أركان الأساسية. الأركان اللي أنا قدمتها في ضوءها يعني أبني مفهوم علم الكلام الجديد، وهي أركان كما يعرف
الدكتور أحمد والإخوان المطلعين تختلف عن رؤية صديقنا المرحوم صديقي العزيز الدكتور حسن حنفي، اللي هو له الفضل في أنه من أوائل من تحدثوا عن ضرورة تجديد علم الكلام. في ندوة في الأزهر قبل أكثر من 30 سنة، وهو قدم ورقة بعنوان نحو علم كلام جديد ونشرتها في مجلة قضايا إسلامية معاصرة، لكن رؤيتي تختلف عن رؤية حسن حنفي مع كامل احترامي لهذا الصديق العزيز ولفكرة أيضا.